قيادة الأمة. إن قيادة الأمة المتجسدة في العلماء المراجع لم تتخلى عن حصانتها ورسالتها النادرتين، على عكس القيادات الدينية الأخرى التي خلعت طابعها الأصيل واتجاهاتها المقدسة، وإنما بقيت تركة من بيت الرسالة لتروي للأجيال حياة الرسول والأئمة الطاهرين عليهم السلام، وقصة الطهر البشري حيث ينبغ فيضرب الأمثال، ولتنصب من نفسها نماذج حية للقائد المسلم في حياتها الاجتماعية وللفرد المسلم في حياتها الخاصة.